التعاون الثنائي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقاتنا في كل المجالات تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا يقول رئيس الجمهورية على ترسيخه، مؤكدا في هذا الإطار أن هذا التوجه مبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. نستمع إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إن المحادثات تنم على مدى خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها وتشعبها كونها تشمل جميع المجالات انطلاقا من الذاكرة مرورا بالتعاون التقني والاقتصادي ووصولا إلى الحوار والتنسيق إزاء تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقتنا في كل المجالات وذلك تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. رئيس الجمهورية أوضح أنه تم تقييم ما تحقق من إعلان الجزائر للصداقة والتعاون الموقع سنة 2012 والوقوف على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات الشعبين والبلدين في إرساء علاقات استراتيجية. قمنا بتقييم ما تحقق من أهداف إعلان جزائر للصداقة والتعاون بين البلدين الذي أبرم سنة 2012 حيث وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات شعبينا وبلدينا في إرساء علاقات استراتيجية تكون في مستوى الإمكانيات الهائلة لبلدينا وتضمن الاستجابة للطموحات الكبيرة والمشروعة لشعبينا. وفي هذا السياق جددنا عزمنا على الدفع نحو تخفيف الجهود من أجل الارتقاء لعلاقتنا وفق خطوات عمد الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى للسي شين واللجنة المشتركة الاقتصادية لكوميفا والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي مع تكثيف كثير التبادل الزيارات على كل المستويات بين مسؤولي البلدين. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون أن اللقاء كان فرصة للجانبين لمناقشة الأوضاع الراهنة الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر حول عديد القضايا الهامة بالنسبة للبلدين خصوصا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية. كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة الأوضاع الراهنة